والإمام البخاري ومسلم رحمهم الله لم يخرج كل حديث صحيح، فلم يذكر في كتابهما كل حديث صحيح على هذه الشروط. ولذا أتى الحاكم فاستدرك، قال أستدرك على البخاري ومسلم، فقال إن هناك أحاديث على شرطهما ولم يخرجها. والصحيح أن يقال بأن هذين الإمامين لم يخرج كل حديث على شرطهما حتى لا يطول. والأمر الثاني أن ما ذكره الحاكم رحمه الله لم يوافقه عليه كثير من العلماء، ولذا فإنه استدرك عليهما وقد استدرك عليه العلماء في استدراكه.